هنتكلم على ان في نهايه الكميه دي العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي، انت بتتكلم في مليون طن قمح مش كده؟ المليون طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثه، يعني حجم الميه اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الامثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعه الكلام ده. وبالتالي انا بنتج المليون طن قمح دول بتكلفه اقتصاديه في الميه اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطه ميه نستفيد منها. ثم ده الفرصه بقى البديله لما انا اروح اجيب الكلام ده بحوالي 350 400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكله احنا بندفع الثمن هنا كدوله، يعني سواء في تكلفه او يبقى في مشكله ازمه في الموضوع. فانا بشكركم وده انا سعيد قوي بان احنا يعني الانجاز ده تحقق خلال فتره مش كبيره قوي، خلال سنتين ثلاثه انا بتكلم، وان شاء الله خلال السنه الجايه يبقى وصلنا للحد الاقصى في توشكا او في شارع العوينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شارع العوينات عشان نضيف مزيد من الاراضي. يتبقى ان الدوله دكتور مصطفى محتاجه تخطط كيف نجيب كثافه سكانيه من الدلتا من الصعيد من كده عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل.